الفرق بين الباء والتاء؟ ايه هو السؤال؟ هو ليه الفرق بين الباء والتاء؟ ايه هو السؤال يا فندم؟ يا حمار انت، قال هو ليه السؤال الفرق بين الباء والتاء؟ انت صعب في السؤال قوي. تكنيلي يا ولا كده روح. تمام مديش تيمه. قول يا فندم. ايه يا ولا بعثك في ايه؟ واحد بهقت الدنيا قاعد عند ابوك العمر. بيه؟ من الحكومة؟ ده ما اعرفش والنبي، بس هو كده بيه يعني ابوك العمر دي؟ قال له يا بيه. زيع في الحمار قال. زيع. يا رب جيب العقب سليمة يا رب. ده الحكومة ما جاتش هنا من 10 سنين. المسامة كريمة يا حضرة العم. ايه اللي فكر عبد الغفار بابنه بعد 20 سنة؟ ايه؟ الدم عمره ما يبقى مية يا حضرة العم. ولما سابوا طفل على دراع امه وجري ورا الكورة ولعب العيال، ما كانش عارف ساعتها ان الدم ما يبقاش مية؟ يا عمدة، كل انسان بيغلط، وعبد الغفار بيه دلوقتي من اغنى اغنياء البلد، ومنصور هو وريثه الوحيد. منصور مش محتاج لفلوسه، الله الغني عن فلوسه. الراجل مريض بيموت، ونفسه يشوف ابنه. فين الحكومه؟ في المنظره الشرقيه. فين؟ ايه في المنظره الشرقيه يا لون؟ المنظره الشرقيه؟ اوعى لما ما نخش المنظره الشرقيه. خير يا مريم، الحكومه عايزه ايه منين؟ حكومه ايه؟ ده ابوك بقت عايز ياخدك. هو كان فين من زمان؟ انا مش رايح حال. انت مش قايله انه وحش؟ المسامح كريم يا ابني، ده برضه ابوه. انا اروح له ياما؟ ايه؟ اشوف ابويا. ايه يا حسنية؟ مالك؟ ايه يا حسنية؟ ايه العياط دي؟ مش هديك مسافر اهو، هتتخرب يا منصور. وين يا بنتي مسافر بلاد بره؟ ده انا هروح اشوف ابويا وارجع تاني، مش انا طلع لاب ولسه بيلعب كرة. معقول يا حضرة العمدة؟ ده اعتزل من زمان قوي، دلوقتي بقى صاحب المصنع والنادي وفريق كورة. ها؟ قلت ايه يا حضرة العمدة؟ واجب برضو ناخد رأيه. ابويا العمدة ماي توحشني قوي يا حسني، خلي بالك من العي سقفولي. مشوا العيال دول. مش هيمشوا. اصلهم بيحبوني قوي. حكيماني مهم هنا قوي. واضح. كل دول تلاميذ؟ طبعا. بلغ اللي هناك دي تلميذ. يا سلام. امال ايه؟ طيب. تحب اشخد لك فيهم هما يمشوا؟ ليه على ايه؟ ما انا مصدقك. احسن تكون فاكرني بجوخ ولا بنخع ولا حاجه. لا ابدا، انا اللي بنخع من التعب. اتفضل يا سعاده البيه. اتفضل انت البيه. لا لا، حضرتك البيه العفو، اتفضل. اني؟ ما هو مش هيغيب كتير، كلها كام يوم ويرجع. الشمسية. ايوه طيب، ما انا هديها لك. ما الدنيا ضل حتى في الشمسية. ده ضل ايه؟ في شمس جوه اهو. هات في شمس جوه. اتفضل. البيه مشغول يا فندم. ده منصور بيه. اهلا سعادة البيه. اهلا. استاذ هاني مديره البيت. امال فين ابوي؟ منصور بيه. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلم. ما شفتش ابوي؟ اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه. ده انت اللي بيه. بيه بيه بس شوف ابويا يعني. ايوه بس ممكن دي؟ ايوه خد امسك. اهلا وسهلا. ايه ده؟ ايه ده؟ الماتش. اتفضل يا فندم. اتفضل. فين؟ اتفضل يا بيه. جوه. ايوه. انت مودني فين؟ عشان تشوف بابا. بابا بيصرخ ولا ايه؟ لا مش هو اللي بيصرخ، ده اللي بيشجعوه، هما اللي بيصرخوا. معلم التلفزيون. في الوحدة دي اللي فاتوا في ال10 دقايق الاخيره بدوا. هنشوف. مين فيهم ابوي؟ ابو تمام. ابوي. اخصى عليك يا
عارف بابا ليه يا بابوي. ايوه يا اخي هو اللي قايل لي. وبعدين ما انت شايف هو ما انت شكله. انما اقول لي ايش انت كلكم كده بتقولوا ايش؟ انت يا مدرب يا مدرب لازم تنقل اللعبه قدام. ايه اللي نايم عليها ابويا دي؟ نايم على ايه؟ ده ايه ده؟ سرير سرير. وده اللي ابويا بيشرب بوتاجاز. اصله كئيب بوتاجاز. ابويا بيشرب بوتاجاز. حبيبتي يا امك امي برقبتك حريم. هرب هرب ابوي. ارفع ارفع يا خيشة ارفع يا خيشة ربنا يوفقك ابوي. سلامتك يا رب. الف سلامة عليك. حريم طلع راس سمكة ده بسرعة. ايوه نزل بنانو علي بوينج. هاي يا سعادة الكبير، من غيرك نعمل ايه؟ ايه؟ دلوقتي هنشوف التغيير، هنشوف دلوقتي. نص ساعة تقريبا على بداية الشوط الثاني، هنشوف التغيير اللي هيحصل ايه. يا حلو القبر ده! تمام! شوط! سلام! نزول علي بوينج أنقذ فريقه. نقول ألف مبروك لفريق الأسود وهارد لك لفريق اسكو اللي لعب مباراة كبيرة قوي النهاردة. والكاس الكاس 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 مين ده؟ ده منصور بيه. منصور؟ ها؟ ابني حبيبي. ماني عمال أقول لك أبا أبا من الصبح وأنت مش سائل عني. تعالى يا ابني يا حبيبي. أبوي أبوي أنا مش هعتذر لك عن اللي فات. دي حكاية شرحها يطول شرحها يطول قوي. يا خسارة هرضك. أنت جيتني في الوقت الضايع يا ابني. معلش يا أبا أنا عارف إنك لعبي. ما قصدي يعني بتحب اللعب يعني. عارف يا منصور يا ابني أنا حاسس إن الحكاية قربت ومفيش وقت عشان كده عايزك توعدني يا ابني إنك تهتم بالدوري. دوري؟ دوري ايه يابا؟ وياك تفرط في الكاس. كاس ايه بس يابا؟ اللعيبة امانة في رقبتك يا منصور. وعدني يا منصور. وعدني يا ابني. اوعدك بايه بس يابا بس؟ وعدني قبل صفارة النهاية. اوعده يا ابني. اصفر له يعني ولا ايه يا دكتور؟ حاضر يابا اوعدك. حاضر. روحتني. اوعدك. ابوي! 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 انا لله وانا اليه راجعون. جايلك من البلد دكتور. لو سمحت جهزوا الجنازه عشان احنا ما بنفهمش. وانتوا جهزوا الماتش الجاي. لا مؤاخذة اقول لي انت من الصبح عمال تفرجني على مكن 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 والمكن واقف ما بيشتغلش. ايه دي؟ في مكن تاني هيجي يشغله يعني؟ مكن بيشغل مكن ولا ايه؟ لا طبعا اللي بيشغل المكن العمال. فين العمال دول؟ فين؟ في الماتش. يسيبوا الشغل ويروحوا الماتش؟ ما دي تعليمات السيد الوالد ان يوم الماتش كل العمال والموظفين كانهم رايحين على النادي على طول. لا دي قلة ادب بقى. دي قلة ادب يا سيد. دي تشيع. يسيبوا الشغل ويروحوا النادي؟ ما هم لازم يروحوا يشجعوا اللعيبة ولازم اللعيبة تسمع زئير الجماهير. زير ايه؟ احنا فين وقت؟ طب ده زير دي بعيد. ايه الناس دي؟ هو في مظاهرات ولا ايه؟ مظاهرات ايه يا سعادة البيه؟ دول المشجعين. مشجعين ايه ده؟ يعني هيعملوا كتير كده؟ ايوه لغاية الماتش ما يخلص. ايه دول يروحوا البيت معدومين العافية؟ ما هي دي روح الانتماء والحب. حب ايه؟ كمان بحب امي واخواتي وكل الناس. تجنان يا راجل. امال انت هتقول ايه بقى لما يخش جون؟ لما ايه؟ لما يجي جون. لما يجي منين؟ ومسافر؟ مسافر ايه يا سعاده البيه؟ قصدي يعني يخش جوه الشبكه. هيخش الشبكه اللي هناك دي. ايوه الجون فهمت. الكوره يعني. اول ما يخش الجون هي دي الفرحه الكبيره بقى. قصدك زي زلت الدخله عندني. سقف اللعيبه نازله. اللعيبه دول؟ مين اللعيبه؟ نازلين يعملوا ايه؟
كتير قوي. احنا لينا فيهم 11 لعيب والباقي مش بتوعنا. امال ايه الثلاثه الحزانه دول؟ اخوات دول؟ لا دول الحكام. لابسين اسود ليه؟ حد مدلهم؟ نهار اسود. ده زي الرسم بتاعهم. اسود. لا دي تمثيليه عشان يهدي اللعبه. تمثيليه ايه؟ ده الواد محدش منطق. هو انزل الحصان. يخرب بيته ده بيجري كمان. شوف الجون دخل فينا احنا. فينا احنا ولا فيهم؟ انا المهم دخل جون. وانت ايه اللي لميك الجون؟ افرح لما احنا ندخل جول. يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه عندنا شاتو فريان بالشامبليون.
طب مليون مين وبتاع عندك؟ ايه؟ هات الطبيخ كله اللي انت فاكرينه ده وفريش الطرابيزه من اولها لاخرها. يا بدر هات ايه؟ هات الطبيخ انا جعان يا ستي. حاضر حاضر بلاحة. ابني هات انا جعان، هات الطبيخ كله. علي عشان يحصلوا النقطتين، طب كفايه نقطه. تليفون يا سعاده البيت، في واحد على التليفون بيقول انا العمده يا بيه. العمده ايه؟ ابويا انا. ابويا العمده بتاع البلد. ابويا العمده يا حمار. بتقول العمده ما هو عمده، هو العمده اللي بس. ايوه ايوه ابويا العمده. ايوه ايوه انا منصور، انا منصور والنعمه. كان واجب اجي اعزيك في والدك، لكن تعرفك ما وصلناش الا النهارده الصبح بس، مع انك بعته من اسبوع، بس كان واجب برضه تكلمنا بالتليفون. حاولت والنبي يا ابا العمده، بس ما كانش في عندنا هنا حراره. منصور كلم مراتك يا منصور. منصور ازيك يا سي منصور؟ وحشني قوي يا سي منصور. ازيك كده؟ سي منصور اوعى تكون كده ولا كده؟ كده ولا كده؟ يا بنت انا راجل وكلمتي واحدة يا بنت. ازاي فلزة كامل؟ خليه يكلمني. ما انا عارف انه ما بعرفش يتكلم. خليه يعيط. يعيط ازاي؟ اقرصيه ولا كتف في وشه؟ يا بنت دي شغلانة ايه؟ اقرصيه تاخده هو يعيط. ضماي اسمع عياط ابني ما شاء الله يا سعاده البيت عياط عظيم يا فندم هو بيعيط حلو يا سكتي بقى يا حسني ايوه سكتي ايوه يا امه الله يسلمك يا امه الله يسلمك انا جاي لكم قريب ازاي التلاميذ سلمي له عليهم واحد واحد سلمي على التلاميذ ومحو الاميه ايوه مده ايه اللي خلصت الله يسلمك يا امه مع الله يسلمك الله يسلمك يا امه دول موظفين السكرتير. عارفين اسمك؟ تعرف ان الموظفين دول اصلهم طيب وعظيم؟ لابسين اسود حزن على ابوي. لا ده حزن على الماتش اللي خسروه امبارح. ايه؟ يقوم يلبس اسود. ما دي تعليمات المرحوم. ولما بيكسبوا؟ بيبقى الرأس على ودنه. رأس ايه؟ انتوا موظفين ولا عوالي؟ لا عوالي، قصدي ده الانتماء يا فندم. اسمع يا جدع انت ما تجننيش بقى انت كل شويه كل انتماء انتماء وبتلعبوه ليه؟ ما دام انتماء ايه دي؟ لعبوا ليه؟ يا سعاده البير يا سعاده البير موقف في منتهى الخطوره على مستوى المحافظه برمتي النادي مهدد بالنزول لدوري المظالين مظالين ايه؟ وانا كنت ظلمت حد انا ايه اللي اعمله يعني؟ لا اللي تعمله يا سعاده البير تهبط معايا دلوقتي على النادي نحضر التدريب تشعرهم بوجودك اكون موجود يعني هناك؟ ايوه اكون موجود خلي المقاة تاني ولا ايه يعني ولا ايه؟ بس بس ساعه عليك النبي ساعة عليك النبي اوعى تعمل زي ما عملت في اوضه الملابس. ايه حكايه القسمه والنصيب والمكتوب على الجبين لازم تشوف العين؟ في حد يقول للعيبه بالشكل ده لازم توريهم العين الحمراء يا سعاده البيت. ما نوريهم هلا العين الحمراء. لا اكتر من كده لازم تكون شديد عشان تحدي من روح التسايب والنبي طيب. بلاه اللي عندهم. طيب مفيش حد فيهم يزعل يعني؟ لا محدش يزعل. بقول لك ايه يا سعيد؟ تحب انا احكي لك على عيشتهم كلهم؟ يا ريت يا سعاده البيت. ايوه انا احكي لك انت فين فيهم. هو ده يا بيه. هتبهلك قدها عشان هو ده يا منصور بيه هو ده ما هو اللي مجنني انك ما بتفرحش غير في المصايب بعض اللعيبه ليهم مطالب والمرحوم والدك كان وعدهم بيها ومش عارف ايه الوضع دلوقتي ايه المطالب دي يعني إيه اتنين منهم يا فندم عايزين بوتيكات ايوه واحد عايز عربيه 128 ابيض في اسود لا كان قال لي بيتي المهم تيجي يا فندم وثلاثة منهم عايزين شقة تمليك واعتقد يا فندم لو قلت لهم المطالب دي انا ليا مطلب متواضع انا عايز موتوسيكل يا فندم وده تواضع مني ايه ده ليه انا كنت خلفتكم ونسيتكم ما احنا لازم نبص لمطالب اللعيبه بعين الاعتبار يا فندم دي حوافز عشان يبذلوا مجهود وعرق ودم لا ده ابتزاز ده ابتزاز ده انا كنت مدرس محو واميه محترم جايين تستقرضوني ايش هي يا فندم في مشكله تانية يا فندم ايه ايه الولد اللعيب بتاع خط الوسط هو ده بقى اللي بيحرض بقيه اللعيبه على المطالب خط الوسط ايه خليه في خط الطرف عشان ما يكلمش لا 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 ده بيلعب في خط الوسط اه انا بقول يعني ان بعد الماتش اللي جاي وانتهاء الدوري نبيعه تبيعه اه ده جاب لنا 5000 جنيه انا بقى حاطط عيني على حته ولد رجله ذهب ب 7000 جنيه عارف الفرق 2000 انما ايه ثمنه 10000 جنيه هم اللعيبه بيتباعوا ويشتروا اه طبعا
يعني هم اللعيبه دلوقتي تبع المراس بتاع ابويا؟ اه طبعا بلا شك طبعا. حلو تاهت ولقيناها. يا دي مين اللي تاهت يا فندم؟ انت تبيعهم وخلصني منهم. اه ابيع اللعيبه. ايوه آه. طبعا لازم ابيع. ايه ده؟ وانا كل ما اقول له حاجه يقع ذرات لي كده. انت بيعه هو كمان دي وخلصني منه. هات لي واحد نظيف. بيعه. حلو قوي. يعني كل الفلوس دي دلوقتي في البنك؟ لا يا فندم مفيش ولا مليم. ايه ده مفيش ولا مليم؟ ايه الورق بيقول في ايه؟ كله رايح على النادي والتزامات الفريق. صحيح المحافظه وعدت انها تقدم دعم، لكن الموضوع بقى له 4 سنين تحت البحث. انا مالي انا من البحث والدعم ده؟ انت عندك عيال يا راجل انت؟ 4 يا فندم والمدام حامل. مدام حامل، طب خد بقى الورق بتاعك ده بدل ما اخلص عليك واولادك يقعوا في ارابيزي. امسك. جود مورنينج منصور بيه. نهارك سعيد. انا جاي اقدم التعازي. سيلافي يو جو يو كم يو وين. الله عليه العوض. طب يا بيه شكر الله سعد فيك الخير والله. روح انت بقى عشان اخد العزم. ثانيا اسمح لي اقدم لك نفسي. مصطفى الحلواني لعيب كره سابقا ومدرب معتزل وحكم مضروب ومتقاعد، حاليا صاحب الشركه العالميه لتسويق اللعيبه كوبريشن لعيبيس كومباني. كل ده عندك انت؟ طب لو سمحت يعني ممكن تعيده مره تانيه وهو يخش الدماغ. بصراحه سعاده البيه انت عندك شويه لعيبه سكه نص لفه بصراحه، وانا رايي انك تخلص منهم النهارده قبل بكره. ايوه انا النهارده كان عايز ابيعهم اصلا. انا جاهز، العقد ممضي والشيك ممضي على بياض. طلباتك؟ شوف انت. لا سعادتك شوف انت. طب نجيب حد من بره يشوف لنا؟ يا سعادة البيه اللعيبة دول ما يباتوش للموسم اللي جاي. أنا هدفع لك فيهم كده 10,000 جنيه، قلت إيه؟ لا افتح الله. افتح الله إيه؟ أنت مش فاهم اللعيبة بتوعك؟ أنت عندك الجون عنده كاليكاس والأربعة الزلاموكة ضربة، هتضيع نفسك. والله أنا بعملها خدمة عشان والدك، والدك كان حبيبي وأخويا وصديقي. هو كان اسمه إيه؟ انا اصلا مش واخد بالي، اصل لسه جاي جديد من البلد والاسماء لسه يعني. بس السيد افندي بيقول لي ان فيه لعيب فيهم يسوى 5,000 جنيه لواحد، ايه رايك بقى؟ ايوه عشان كانوا ناويين يدبسوك في واحد تاني عنده فلات فود ب 8,000. صح الكلام؟ اي أيوة والله صح عندك حق. بس انا ما تدبستش بقى، انا صح لهم. امال ايه؟ انت قلت لي اسم الكريم ايه؟ مصطفى الحلواني. شوف يا استاذ مصطفى حلوان، انا اديهم لك كلهم ب 15 وفوقهم شويه اشبال صغارين. طب ليه تضيع حقك يا سعاده البيه؟ خلي البيع بعدين، في دي بيعه نخلصها ونتكل على الله. في المستقبل هجيب لك سان ستيفانو على 18. وانا انا عايز الواد اللي اسمه كشكاش ده. الاستاذ سيد مدير الفريق عايز يقابل سيادتك. قول له استنى شويه، في شغل هنا. شوف يا سي حلواني بقى، انا هخلص معاك ب 13 وهوت كده معايا عشان هخدمك في حاجات تانيه. انا مش هرجع لك كلام. الله يبارك يا ابو حسن. انت تستحق. اتفضل العقد اهو امضي. يلا يا سيدي. الراجل انجليزي في معاملاتي. يو جو كوكو واوا. الف مبروك يا سيدي. اللي 13 ايوه كده. الم سعادتك؟ ايوه الف سلام. مش عايز اضيع وقت سعادتك. مبروك. الف مبروك. العقد بقى خد دي كمان فوق البيع. ده كتير بقى. خد ايه؟ انا عندي لعيبه عشان ياخدوه. ايه؟ نفس الكرم بتاعي والد الله يرحمه 20 سنه حبايب. الله يرحمه. كان اسمه ايه؟ اصل انا لسه جاي من بلد جديد ومش واخد بالي. ألف مبروك يا سيدي. عالسكين وشرفك. صباح الخير. ممكن أعرف يا سعادة البيه الراجل ده كان بيعمل إيه هنا؟ يا هقول بس ما تعملش زي كل مرة وتقع. لا قول. كلام رجالة يعني مش هتقع؟ كلام رجالة. يعني أنا استغليت صداقته المرحومة أبوي بعتوا له اللعيبة. الأمر ليك يا رب. وبعتهم بكام يا سعادة البيت؟ كنت عايز أبيعهم هما والأشبال ب 15 مرضيش. بعت له العتائي بس 13. يا خرابي بيه. ده ماني في مسألة البيع والشراء ده ما فيش زي محنك. تاني مرة بعت حمار. يا سعادة البيت أستحلفك بالمرحوم لو كان ليه خطر عندك. مالكش دعوة بالأشبال. سيبهم. انا هاخدهم واصرف عليهم انا والمدرب. هشحت عليهم. بس انت ارفع ايدك عنهم. مالكش دعوه بيهم. اوعى تقرب لهم.
ايه عندكم يا اخوي اشبعوا بيهم؟ انا هعمل بهم ايه يعني؟ ايوه نشبع بيهم. كتر الف خير، متشكر قوي، سلام عليكم. وقسما عظما يا منصور يا ابن عبد الغفار بيه، لا انا واخدهم وسايب لك البلد كلها، اشبع بيها، سلام عليكم. انا كل الشتيمه دي ايه الهجوم دي؟ انا اللي قتلت الرياضه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وما فيش غير منصور والكره بس اللي تكتبوا عليه؟ طب انتوا عندكم مشاكل كتير بتكتبوا عليه؟ ساكتين ليه بقى؟ اكتبوا عنه انتوا كرشوا. منصور بيه الحق يا سعاده البيه، الناس كسروا النادي والمصنع وجايين يولعوا في البيت. يا انا هاريس ويد يولعوا في البيت؟ طب والعمل يا مدام جاز؟ هو فيه عمل عليه العوض فينا كلنا. كان لازم تتكي بالغلطه الشنيعه دي. ما تندبيش بقى، خليني افكر لحسن ادرجن وما اعرفش افكر بعد كده. سعاده البيت، سعاده البيت، نعم. ممكن سيادتك تكلم الاستاذ حلواني يمكن يرجع البيعه؟ هلو كابتن حلواني سبيكينج. منصور بيه اهلا، انا فاكرك كالوتشي كان هيكلمني دلوقتي. ايوه حلواني، ايه اللي ايه؟ ايه البيعه المهببه دي يا حلوان؟ لا 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 لا، بشرفك انا خسران في البيعه دي، طلع فيهم اربعه فلات فوت. الناس بتولع في البيت. لا انا جاي جاي. لا معلش ما تقلقش. لا 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 ما تخافش، اقفل اقفل كده. يابا تبعت لي قبل ما تموت عشان تديني زومبا وتبهدلني؟ امي وابويا الام ده كانوا فاهمين كده من الاول. وحد قال لك تتصرف اللي سابهولك ابوك يا سعاده البيه؟ ايه مش كل واحد حر في مراسه يا ست العروس. الله، بس حضرتك وعدت المرحوم ان النادي واللعيبه امانه في رقبتك. ايه وفين رقبتي دي؟ وبعدين رقبتي هتشيل ايه ولا ايه؟ خلاص اتصرف، حلها بطريقتك. ايه دي المصيبه يا اولاد؟ ايه البهدله اللي انا فيها دي؟ ما انا كنت مدرس محو اميه معتبر ومرتاح الباب. حاجه جنة. ايه دي؟ ايه يا منصور فضل لما تشوف مين؟ مين على الباب؟ الحلواني. افتح. كابتن حلواني. خير خير يا منصور بيه. شفت المصيبة؟ البلد فيها هوجة ولا هوجة عرابي. شفت. والهوجة جاية على هنا. شفت دول جايين يقتلوني. عارف. وإيه العمل؟ ولا حاجة، أنت قلقان ليه؟ العمل عمل ربنا، ودي شدة وتزول. الشدة مش هتزول إلا لما تاخد فلوسك وتجيب لي اللعيبة. كان بودي. وداك يا نهار أسود؟ يعني إيه؟ ابدا، انا خرجت من عندك ومعايا البضاعه، تعمل بيها ايه يا حلواني؟ وزعت نصهم على الاهلي والنص التاني على الزمالك، فضل شويه طفشوا على الامارات. يا نهار اسود، دول بيحدفوا بالظلم، بيزقلوني. انا اعرف ده عشان خاطر الاهلي والزمالك. ولا يهمك. ما يهمنيش ازاي؟ طول ما معاك الحلواني تحط في بطنك بطيخه صيف. عنده منصور ايزيدو، واللي ما جاش هنجيبه. عنده منصور ايزيدو. ايها الاخوه الاعداء، إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. يا منصور يا منصور سيب النادي ويا لهور. يا منصور يا منصور سيب النادي ويا لهور. يا قوم اسمعوني. شوفي شوفي يا مدام شهرزاز. اعتذر اعتذر اعتذر. بس اسكتي بس لما نشوف الخيبة دي، ايه اللي سابوه لابويا دي؟ ايوه 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 منصور عبد الغفار باع الفريق، باعه برخص التراب، انما مش من اجل الهزيمه، من اجل التجديد. لقد عز على الشاب ان يرى ناديه يخسر ويخسر، فقرر الاستعانه بلاعيبه حريفه ما عندهمش يما ارحميني. مش كان يقول وما الكلام الجراد ده؟ واحنا ايش ضمان؟ واحنا انا حضمن. كلكم بتقولوا مين انا؟ أنا الحلواني، متى أضع العمامة تعرفوني. أيوة دي لهم يا حلواني، دي لهم. أيوه يلا يلا يا منصور بيه، يلا بيحيوك، تعالى حييهم. زقلوني بالطوب. مفيش طوب خلص، كله هنا أهو. تعالى تعالى وتشجع وقول لهم كلمتين حلوين. تعالى بس يلا قول لهم ولكن على طول. ولكن أيوه بس. عاش منصور عبد الغفار. عاش منصور عبد الغفار.
عاش منصور رجل الفلاحين. عاش منصور رجل الفلاحين. عاش منصور رجل الطين. عاش منصور رجل الطين. الدري بندح الدري بندح. الدري بندح الدري بندح. الدح 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 الدح. الدح 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 الدح. أيها الفلاحين. الله. دعونا نعمل في صمت، فإذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة. وأيها الفلاحين ارجعوا لأراضيكم وسيبوكم من الكرة ولعب العيال الفارغ ده. سيبني يا حلواني. قصد الكرة اللي فاتت وغير الكرة. الله إن حبات العرق لابد أن تنزلوا حبات العرق من جبينكم. الله. أيها الفلاحين. الله. وألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله. الناس لما تعرف ان انتوا اديتوهم وعود وبس هيعملوا ايه؟ الحلواني لما يوعد يوفي. انا هحقق لهم كل احلامهم الكرويه في سبيل العزه الكرويه والكرامه الكرويه. الله اكبر، ربنا يسترك يا شيخ. ارجوك منصور بيدعني اعمل في صمت. لا بلاش الصمت ده، خليك كده. طب ممكن نجتمع على انفراد؟ انصراف انصراف كله انصراف. اتفضل يا منصور بيه، حانت ساعة العمل ومفيش وقت، ما قدمناش وقت ضيع. اتفضل سعادتك امضي على بياض. صباح الخير يا ابو الكباتن. اهلا يا جلال. الله، مالك شايل هم الدنيا ليه؟ هو عمليه سوء هتضيع مني. عمليه ايه؟ مطلوب مني فريق كوره ومش عارف اجيبه منين. ها؟ فريق بحاله؟ فريق بحاله، لقمه كلها مكسب. لقيت سته وفاضل خمسه ولسه الاحتياطي. مشكلة فعلا. عارف اتصلت بمين النهارده؟ بعلى ابو جريشه. قلت يمكن يرضى يلعب تاني. قال لي امشي يا راجل يا مجنون. كلمت احمد عباقي في الامارات، قال لي في مصر ما العبش غير بالفانيلا الحمر. قلت الله، كلهم غاويين زمالك ولا ايه؟ ما هو انت اللي غلطان. حد يروح لناس لها ماضي كبير بالشكل ده؟ طب اعمل ايه بس؟ اضيع صفقه زي دي؟ انا اعرف ولاد اخر لعب وحرفنه، طول عمرهم غاويين، لكن مفيش بخت. هم دول اللي ينفعهم واي حاجه ترضيهم. يقفل لك الدوري بشلن. انا في عرضك وانا تحت امرك، بس انا ليه عندك طلب يا كابتن مصطفى؟ قول يا جلال. كابتن حلواني نفسه ابقى مدرب. ايوه بس الموضه دلوقتي لازم مدربين يكونوا اجانب. الله، طب انا مش من هنا. ما انت منين؟ انا من كفر شيشته مركز زفته. كفر شيشته تبقى اجنبي. خلاص يا جلال قوم، بس بعد ما نمضي العقد عايزك تفتح مخك معايا كويس. انا خدامك يا كابتن مصطفى. فين اللعيبه؟ قوم معايا. هوبا يا كويني يا علي يا علي. انا اكوى وانا كويني. اهلا كابتن جلال. مساء الخير يا كوتش. اهلا. مش طول عمرك نفسك تلعب في نادي كبير؟ ايه اللي نفسي؟ نفسي قوي. مبروك يا عم، جات لك الفرصه لحد عندك. بتتكلم بجد؟ اشكر البيه، اشكر الكابتن. البيه اشكره بس؟ ده انا ابوس رجله كمان. ده لعيب. ايه اللي لعيب؟ لعيب ونص. ده بدل ما يشوط الكرة في الملعب هينشيها. ما هو هيبخها ويفيدها تاني. ايه يعني؟ اهو اديني فرصة كده واحد. حد يعملها دي؟ حلو ده. حلو. اهو. شفت عليها ليه؟ هو قاعد عليها ليه؟ بيكتمها. تعال. 9 10 تعمل ايه يا شماعة؟ يا شماعة عشان خياطها تبقى بزمة. طب لما اسمعها كويس، الجزمة تتقطع امتى ونشتغل امتى؟ انت عايز تخرب بيتي؟ عايز اخرب. شماحة. ايه ده؟ اهلا، ازاي الجزمة؟ ازاي الصحة؟ وادي الباسل. انت رايح فين يا شماعة؟ اشمعها، اشمعها لفوق، هلعب كرة جزم. لا يا بيه، يفتح الله، احنا يا اخويا مالناش دعوة بالكورة، احنا ولا مؤاخذة ناس بتوع مزيكا. حرام عليك يا ست بوسط، حرام عليك يا اخويا. الناس اخر جدعانة ولعيبة، واسأليني انا. ده انا شفتهم بنفسي وهم بيلعبوا الكرة في الشوارع. ليه ده يا بقى؟ يفتح الله يا اسطى. ما تسيبيهم يا وش الفقر. اسمعني يا بيه، خدني معاهم ليه؟ انا يا بيه، انا يا بيه، انا واد لعيب وحريف، ما يهمكش سني، وكفايه بقى معاك المايسترو زكي. انت يا راجل اتجننت. اسكتي بقى، خلينا نسيب عيشه الفقر اللي احنا عايشين فيها دي. المزيكا بطريقتنا دي ما توكلش عيش. قلت ايه يا سعاده بيه؟ هو الموقف بالنسبه لك يا مايسترو عايز تفكير شويه. انما انا بشرفي هعمل لك فريق في سنك وهسميه فريق المجاورين.
كل حبايبنا هيكونوا فيه. انما عنينا دلوقتي على القرقشان دي ده بحكبشه على سمسم. سمسم خلاص اعتذر. استنى يا بوز بس خلينا نلم المهر. يعني انت عايز تلعب؟ ما دام اللعب هو اللي ماشي نلعب. ما شوف بقى يا انا وسمسم وبقيه الاولاد ونبقى كلنا كده يعني فيم واحد يا بلاش. لا 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 طيم 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 بس طيم طيمة. لا اطمن يا مايسترو انا هلعبك في الطيم الاحتياطي. احتياطي؟ يبقى معناها بقى انك هتركني على الخط وتضيع مستقبلي. لا 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 شغلتي انا بقى. انت من العرض للعرض. قول لي ولا مؤاخذه يا اسطى هتدفعوا كام في الشهر؟ رياجة ملاك الله وده فرح بنتقاول عليه؟ ده لعب كوره لعب وفن وهندسه. خالتي معاها حق لازم نعرف راسنا من رجلنا الاول. يا هبله هبله ده كفايه النقطه اللي هتنزل علينا. هي الكره فيها نقطه يا مجنون؟ ليه انت ما تسمعيش عن الهدايا اللي بتنزل على اللعيبه بعد ما يكسبوا الماتش؟ اه بسمع. اهي دي بقى النقطه. بس عندهم هما بقى في الكوره حلال وعندنا احنا قله قيمه. ليه يا اخويا في 10 اهو مع ان شغلنا واحد. احنا بنرقص بعض في الافراح وهما بيرقصوا بعض في الملعب. بصراحه يا كابتن زكي دمك بيخر ظرف. انت لسه شفت حاجه؟ طب بشرفي ده خلي لك الفريق كله اخر مسخره. مسخره؟ ما هو طين بقى. على بركه الله ربنا يستر. طب دلوقتي نمضي العروض. ايوه استنوا جراكم ايه يا ولاد؟ عيب مش كده. البي قال نظام يبقى نظام. شكرا يا استاذ واحيي فيك الروح الرياضيه. يو ار انجلش مان واي واي ماري باي باي. لمؤاخذة سعادة البي عينيا انا ما ينفعش اشتغل حكم. تنفع يا شيخ حسن بس لازم بقى تحكم ماتشات بتتلعب في الضلمة. دعونا من الهزار. انا ما عنديش مانع اساعد الفريق باحجبتي وتعاويذي. المهم بس تدفعوا كام في الماتش؟ هنديلك 10 جنيه في الماتش. ليه؟ انا هعمل احجبة تعادل. معلش يا خالتي. في ايه يا خالتي؟ في ايه يا اخويا؟ في ايه؟ بقى تخليهم كلهم يمضوا وتاخدهم وتمشي وتسيبني وحدانيه كده والبيت في قرابيزي. لا 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 يا هانم انا خدامك انت وقرابيزك وانا من زمان بدور على واحده زيك عندها قرابيز. هتعمل بيا ايه يا اخويا؟ هتلعبني كره انا اخرى؟ لا يا هانم انت هتتعيني رئيسه فريق المشجعين. المشجعين السفله. حلوه دي؟ حلوه ايه؟ ده بيقول لك انت سافله وتقولي حلوه؟ ما تحترم نفسك يا استاذ وتفوق معانا كده. امال انا فايق يا ست بسبوسه. اصل مشجع الكوره نوعين. نوع من المحترمين ونوع من السفله اللي سعادتك منهم. صدقيني يا مدام هتشتغلي حلو قوي لان في انديه كتيره بتطنش على النوع ده وانا من النوع اللي بطنش. يعني الماتش اللي مش عاجبنا هنبعتك فيه تشجعي وتشرحي فيه زي ما انت عايزه ويبوظ الماتش لا من شاف ولا من دري. قلتي ايه؟ خلاص اهو كده عرفت مركزي. يا منصور بيه صباح الخير. محمود لمؤاخذة صحتك من نجمة غصب عني. ايه ده انت شغلت افكار؟ لا معلش كل حاجة تمام الله يتفضل معاك. قول لي في حد في النادي جوه؟ هنا ايه؟ دول بدوء اللبن لسه ما سخنوش. طب حس كده بقى مبروك. مبروك على ايه؟ البضاعة جاهزة. بضاعة ايه بقى؟ فريق الاسود الجديد. اهدي بالذمه منصور بيه انت بتتعامل مع رجل يقدر المسؤولية في زمن حيث فيه الرجولة بالبطاقة التمويلية. ايه ده دول لابسين؟ انا كان ممكن اجيبهم قلعين بس دول عالم جاهزه. ايه التخين دي؟ لعيب برضو؟ ده الجول يا منصور بيه ده اللي هيسد الشبكه. ماتش واحد دخل فيه 35 جول ما طلعوش لغايه دلوقتي. ايوه دي حلو دي عشان ما حدش يقرب. الاخ اللي هناك ده مش كبير في السن شويه ليه ولا ايه ده؟ اهو تلاقيك ما دفعتش عليه ولا مليم في الجمر انه خلصان كبير يعني. كبير ايه يا منصور بيه؟ ده الحكمه والخبره والبهاريز والزبد. ايوه صحيح ما انت عندك حق. عندنا في البلد يقولوا الدهن في العتايق. وبعدين انا قاصد ده بقى لما هينزل الملعب سيب الخطيب يقرب له لو لمسه لمسه واحده هيقع ميت. ارفع دعوه على الخطيب اخد الدوري وانا في بيتنا. حلو دي. على العموم انا سايب لك المسائل الفنيه لان انت احسن مني فيها. منصور بيه انا جايب لك بضاعه ما حصلتش مش في السوق. بس ايدك بقى على شيك ب 30,000 جنيه عشان كلهم مضوا العقود. ايوه فاضل المبلغ الاخراني. ايه دي بكام؟ 30,000 ايه دي؟ 30,000 جنيه. ده انت مشتري الفريق اللي فات ب 13 بس. يا راجل صلي على النبي ده بتسميه فريق؟ ده لعيبه سكه. ده انا بعت شويه موزمبيق رافعين عليه قضيه لغايه دلوقتي. دخل فيهم 70 جون في ماتش واحد.
مش اهدي بقى ال إيه؟ حلو، مش فاضل بقى غير المدرب ولازم يكون اجنبي. everybody هاركو فولو مستر جلالي المدرب وشهرته مستر جاليليو، وعلى فكره هو قال لي على كل طلباته، والحقيقه منصور بيه انا شايف انها طلبات ريزنابل معقوله جدا. اخيرا يا حلوان، ايه هي؟ مستر جاليليو طالب 2000 دولار في الشهر كمرتب، غير فيلا بجنينه وعربيه، ومكافاه في حاله الفوز والتعادل. احب يكون واضح بقى ان انا المسؤول الاول والاخير عن الفريق. ما احبش ابدا حد يتدخل لا في قراراتي ولا في خططي. انا دماغي زي الجزمه. في اوروبا كده برضه؟ لا، في اوروبا جزمه اللي زي دماغه، انما يمشي. طب انا موافق. حكيم انا ناوي اكون اوروباوي. هعمل معسكر للفريق من دلوقتي لبدايه الدوري. بصراحه هتويهم. ليه بس يا سيد جلاوي؟ احنا كنا بنسرق ولا بنسبق يعني؟ دي الجماهير هي اللي طالبه اللعيبه دي، وكانوا هيموتوني علشان خطط الفريق وتدريباته لا بد ان تتم في سريه كامله، بحيث نفاجئ الاعداء على ارض المعركه فنربك صفوفهم فتبوس اعصابهم ونحقق النصر باذن الله. الله اكبر عليك يا مفتري. شايف يا سعاده البيه؟ شايف الناس اللي بجيبها مخها بيفكر ازاي؟ سعادتك تعتبره مدرب كروي ارض ارض. يلا على خيره الله. مبروك عليك جاليليو يا سعاده البيه. والله العظيم الطلاينه كانوا هيتهبلوا عليه، عليهم العوض بقى. خيرنا ندي الناس تانيين. والله يا بيه عملوا ازمه، رفضوا اعظم مدرب العالم تشيكوكي ماي ايفاريتو، حتى حسنين ومحمدين قالوا لا، جاليليو جاليليو باي ثمن. اصلا ابن حلال وربنا دايما ستيرها معايا. الفتحه للنبي يجعل لنا في كل طلعه بلنتي وفي كل شوطه جون وفي كل سنتر هاف ثلاثه هاف تايم. يا رب سنتر هاف يقطع بحاجه. جاليليو باديو فنارو ديتشي. اوكي، أربعة وربع عند قهوه عصفور. اوكي، اي وانت تو امبريس. خلي العوض. منصور بيه. خير يا حلوان. انا عايزك في كلمتين بس ما تزعلش مني. لا ما زعلش، قول. بصراحه انت عايز عمليه تنجيد. تنجيد ايه يا حلوان؟ انا مرتبه؟ لا مش مساله مرتبه، انت عايز اعاده ترميم، تنظيف، تشحيم، تزييد. فتح بقالك معجبين ومعجبات. ايوه. هتمشي في الشارع الناس هتلطم. أيوه. الناس هتشوفك هتصوت. ايوه والله انا عايز كده. كل ده لازم يتغير. عندك الكرافطه دي، البدله دي مثلا. مالها دي؟ دي قماشه زي الحديد دي. مش مساله حديد. منصور بيه سلم لي نفسك. يعيش منصور بيه! يعيش منصور بيه! يعيش منصور بيه! يعيش الرجل الاول! يعيش الرجل الاول! الرياض الاول والاخير! الرياض الاول والاخير! عمرنا ما هننسى فضلك علينا يا سعاده البيه يا امير انت. خلاص 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 يا قناه، منصور بيه راجل بتاع بيزنس، لا يحب الاطراق ولا البهواه ولا النفاق، كله شغله. اتفضل منصور بيه. هذا منصوبين. هذا عاجبك كده؟ دول ناقصين يقولوا ان احنا جايبين له شحاتين وجرابيع. اعمل ايه انا؟ مش راضيين ينسوا انهم عوالم. خلاص خلاص مش وقت. بعدين الريحه الغريبه اللي انا شاممها دي، ابقى حم الجون مليون مره حم الجون. ايه حلو 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 حلو. المحرر الصحفي بجريدة الملاعب الخضراء. ايه دي بتوع الجرانين دول ولا ايه دي؟ صحافة ومتكلم. صحافة. ايوه مدام اهتزازة. فزدق. يا ترى نقدر نقول ان حبك لكرة القدم بالوراثة؟ انا كنت بلعب اوف سايد يمين. منصور بيه بيعبد الكورة. بيعرف في الكورة. اتولد نفسه في كورة. في كورة. منصور بيه ساعات بياكل الكورة. بياكل الكورة. في الكورة هو نفسه بقى زي الكورة. عظيم جدا عظيم جدا. يا ترى ممكن نعرف اخر اخبار ال الواد كوسة اشترى جزمة جديدة. اخبار الفريق هتعرفوها يا سادة في اول يوم من ايام الدوري، بالتحديد لما تلاقوا الارض بتهتز وتنفجر، هيكون ساعتها فريق الاسود بيبطع في الملاعب ويهز شباك الفرق الاخرى. سؤال اخير لو سمحت. سوري سوري ايها الصحافه، سوري. وقت منصور بيه وقتي لا يسمح. وقتك يسمح؟ لا وقتنا لا يسمح. ثم في مراسلين اجانب، في اثنين من ايجيبشن جازيت وواحد من دبليو سي نلحقه. ده اتفضل فزدق. ايوه 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 كتبته. وانا ايه الحلواني مدير الفريق ان العالم كله سوف يعرف اخبار الفريق عندما تصرخ شباك جميع الفرق وهي تطلب الرحمة من كثرة الاهداف المرسومة. مرسومة؟
علي النعمة لو قابلونا ما هياخدوا في ايدينا غلو. يا جدع اقعد وبطل فاش، علي النعمة بتكسبوا بالحظ. لما تتعلموا كرة في الأول ابقوا اقعدوا مع الرجالة واتكلموا. عيب يا جماعة ما صحش كده. ما انت ما سمعتوش يا ربيع افندي قال في الأول. معلش أصلهم نسيوا مسخرناهم ازاي الماتش اللي فات. ايه يعني؟ صدفة، ما نص الفريق كان عيان ومتكسر. المهم تشوف انت هتعملوا لنا ايه بقى في الماتش الجاي. ايه؟ وانت كمان هتقعد تتكلم في الكورة؟ احنا ما بنروحش غير الاهلي والزمالك؟ خش شوف شغلك. وانت غلطان يا معلم، حد يفتح قهوة لدول وقهوة لدول قصاد بعض؟ ما نفتحها عشان اريح دماغي من العالم اللي زيكم. ما كنتش فاكر انكم هتقعدوا تفتحوا لبعض. معلش يا معلم، المنافسه اصلها شيء جميل. الناس تتنافس بالحسنى مش بالايدين والالفاظ الوسخه والردح على الناصي. امال لو ما كنتوش قاعدين على ناصي الشارع كنت عملتوا ايه؟ بصراحه يا معلم انا في عصبيتي ما بشوفش لقدامي. عندك حق، انا من الماتش اللي فات زعلان مع الجماعه بتوعي وبعتها بيت ابوها. لا يا معلم بصراحه بقى دي كتيره، بقت زعل الست بتاعتك وتبعتها بيت ابوها عشان الكره. لما اتجوزتها افتكرها زي، لكن طلع الزملكاوية تقعد قدام التلفزيون تفقر وتقر ننهزم احنا وضيع النقطتين. قلت لا ما اخسرش النادي عشان جوازة. لا عيب ما يصحش، عليك العوض يا رب في عقول الناس. زمانهم في البلد بيبوسوا صورتي وفرحانين، لكن احنا ما عندناش حد في البلد نزلت صورته في البرنامج ابدا. اللي بيعمل مصيبه او حادثه اسمه هو اللي بيهدي البس. تصور انت دلوقتي يا منصور بيه صورتك هيشوفها 10 مليون ست. خمسه منهم يتمنوا يلبسوك وخمسه منهم يتمنوا يكلموك. صحيح الكلام ده صحيح يا حلواني؟ يا سر برنامج عالم الرياضه ان يستضيف الليله نجم من نجوم الرياضه اللامعين كابتن منصور عبد الغفار. اهو تاني انا اهو ايه حضرتك منصور بيه تعالى عشان نتفرج. امي شايفاني هناك في البلد. هو في ربما يعني وحبازه. ايوه اللي بصراحه فريق يعني هو ما حصلش فريق الاسود دي. أيوه. يعني كل لعيب فيه كده يعني داهي. ايوه والله يعني ارض حضرتك مسابقات عالميه. ايوه مسابقات. ايوه يا ترى عندك امل تاخد بفريقك الدوري؟ إيه انا مش هاخد به الدوري بتاعنا وبس، ده انا ان شاء الله ناوي كده اخلص الدوري بتاعنا من هنا واسرح بيه على دوري البلاد التاني. اصلي الجد جد بقى. شفت نسرح دي؟ ان شاء الله. واحنا اللي لازم نسرح عشان ناخد الدوري كله. الله اكبر الله اكبر. خد كفايه عشان ما نسرحش. طيب ممكن تقول لنا ليه ما بتستعينش باللعيبه اللي بيستغنوا عنهم في الانديه الاخرى؟ ما هي الانديه الاخرى معقول يستغنوا عن حد فيه الرمق؟ ايوه بس كل سنه في بعض الانديه بتستغنى عن بعض اللعيبه الانديه الاخرى. ما هو هو ايه اقعد فكر فيهم دول سكند هاند وقيع. ناخدهم ببلاش يا حلوان. مش ممكن. خلاص سكي على المطلوب يا سكي. ما انا بتتفرج. لا 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 يا جماعه مش كده. فين الكلام اللي انا بقى ده؟ انا قايل كلام ايه؟ ايوه جاي كل كلامك جاي امتى؟ بعد عالم الحيوان على طول. فين الحيوان ده؟ كابتن منصور في نهايه البرنامج تحب تقول حاجه للساده المشاهدين عن الفريق؟ ايوه اقول له. انا احب اطمن المشاهدين واقول لهم ان احنا هناخد الدوري والاهلي والزمالك هيتنافسوا على المركز الثاني. وبيشوفي ما تقفلش الباب. افتح يا مش ده بيت منصور بيه عبد الغفار؟ ايوه. طب ما تفتح يا دافش. افتح يا لطش. الله الله. طب نقول له مين؟ هو ما يعرفناش لكن اول ما هيشوفنا هيعرفنا. طبعا هيعرف. طب ثانيه واحده على طول بسرعه كده. هجيب لك حاجه. في ستات بره عايزين يقابلوا منصور بيه. ادخلهم يا فندم؟ لا ما تدخلش حد. ممنوع الستات. ممنوع حريم. ممنوع. هاتهم يا نجري. هم شافوني في التلفزيون على الهوا وجم هوا. انت امتى ايه خد يا خدي دوك ايه يا يا ستي مخطط ايه ده حلواني ليه؟ ودي الحلوه دي حرام مين؟ انا بسبوسه. ايوه ما هي بسبوسه دي انا كلتها قبل كده.
انا بسبوسه خطيب السمسم المغنواتي. يوم المغنوات ايه ده بيبيع ايه ده مغنواتي ليه؟ مغنواتي المطرب بتاع الفريق، يعني بيغني للفريق في حفلاتهم في الاعداد الحلوه. يعني بيلعب معانا يعني ده ولا اه ده لعيب خطير. دي في الليفت دي ولا ايه؟ في الوينج. وينج وليفت مره واحده اتنين. يا بيه المهم رجالتنا يا بيه عايزين نشوفهم. بعد اول ماتش ان شاء الله هندي الفريق كله اجازه زوجيه، بس احنا بقى بالنيابه عنكم هناخد الست بسبوسه. انا ايوه هناخدك المعسكر السري بتاعنا عشان تطمني على الفريق كله وتطمني اهل الفريق كله كمان. طب هتاخدني معاك امتى؟ الوقت اللي يعجبك يعني. صحيح. ايه اله يا رب يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ما هو اللي يريح قلبك يريح قلبني كمان يا باشا. انت عليك وانت مكلبص كده. ايه حلو ايه. يا بيه هو الميعاد شكله ايه بالظبط؟ هو شكله يعني مليان كده. يا سعاده البيت كويس يا ايه يلا تليفون يا سعاده البيت. تليفوني يا غالي تليفوني علشان انا خلي بالك احنا مدينين على دي. ده من بلد يا فندم. البلد هي بتاعتنا. ايوه مهم من ابويا العم طبعا. الو ايوه ازيك كده ازيك يا مرعوم دي زي الزفت عشان حاطط لي صوتك في الجورنال وبتتكلم على الكوره زي ابوك. انت خلاص نسيت اللي وصلتك عليه اهلي وامك ومراتك. اسمع اللي لازم تكون عندي في البلد والا قسما عظما هكون عندك من الفك وخلي عينيها وطيه. الله تعيط على ايه؟ اصل صورته في الجورنال حلوه. وده يخليكي تعيطي؟ مش يمكن دلوقتي داير على حل شعره؟ بدل بايدي هو له شعر. مش معقول كده يا منصور، يبقى سافر له بعد يومين ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة؟ يا نهار اسود، ده راجل عنبي ودماغه زي البلع. وما دام هدد انه جاي يبقى ناوي يعملها. ما يعملها يا اخي ويجي ولا حد يعبره. انت خاف منه كده ليه؟ ما خافش ازاي؟ ده عنده تحت ايده 200 غفير، دراع الواحد فيهم تهني كده اهو وقفاه طول كده اهو. لو الواحد فيهم دخل براسه في الحيط هيمده، وممكن بقى يجيبهم بقى ويسيحوا دم اللعيبه كلهم ويسيحوا دم المدرب وسيادتك وانا قبلكم. ياه امال ايه؟ للدرجه دي بيكره الكوره؟ اه بيكرهها، دي الكوره دي سبب خراب بيت امي. طب اسمع ايه؟ ولو ان ده بقى مش تخصصي انما رأفة بيك ومستقبلك الكروي انا هاجي معاك واعممه بنفسي. لما هو عنده عمم كتير. لا بس عمتي انا تفرق قوي. اسمع ايه بينا على البلد. يا بلدكم اسمها ايه؟ مهماشة شبين. الله اه بينا على مونت كارلو بقى. الركوبة وصلت يا ابو منصور. ما هو ايه لازم اسال؟ ما هو منصور جاي بالليل. انا ما صحتنيش ليه؟ هو فين؟ المندار. احنا عندنا حنفيات بس المايه بتبقى مقطوعه وبتيجي في العيد. هي ماكش انا واخد على غسيل برك. طب خد صبلي عشان اغسل وشي انا. اهم يا حاج. انت غسلت وشك امتى؟ انت لا اربع ايام كده. لا وشك يستحمل اسبوعين تاني. هي دي اخرتها يا منصور اللي بنيته انا وامك في سنين تهده انت في ايام. والله ما هديت حاجه. كلمه بقى عميمه. سيد العمده، السادة أعضاء الأسرة الموقرين، إن هذا الحمل الوديع الواقف أمامكم بريء تماما من التهم الموجهة إليه، ولعل أبعاد القضية أيها السادة غير مكتملة الأجناب وغير ملتحمة الأطراف. إيه يا جدع الكلام اللي بتقوله ده؟ ثم إيه دخلك في المواضيع العائلية؟ يا عمدة ما تحطش نفسك في مواقف ما أنتش قدها، خصوصا لما تكون بتتكلم مع مسؤولين لهم وزنهم في الدولة. قصدك ايه؟ انا الاسبوع اللي فات شايل تلات عمد من وجه ابلي بجرة قلم، لغيتهم فقعتهم زومبا. لابوك زي سعادة البيه اللي ما يعرفك يجهلك. امال تبهدل الواد اليتيم ده وتهزقه بدل ما تشكره وتبص راسه عشان اللي عمله علشانك؟ عمل ايه؟ انا مش فاهم. يا ابو العمدة انا قفلت النادي وبعت اللعيبة، كانت هتقوم مجزرة. ما تقوم المجزرة يا اخي واحنا مالنا. احنا مالنا ازاي بس يا هي مجزرة وبس؟ بتقول له حلواني. سيد العمدة اللورد، الجماهير لما عرفت انك انت السبب الرئيسي في اللي حصل ده كانت ناوية تقوم بمظاهرة وتجيلك لحد هنا وتحرق لك البلد باللي فيها وتنتزع دكة العمودية من تحتك. حضرتك مش واخد بالك، الكابتن حلواني مركزه كبير قوي. سي منصور، ويا ترى الحكومة قالت لك برضك تسيب مراتك ولا تسألش فيه؟ حقيقة هانم بالنسبة لسيادتك اتحاد الكورة هو السبب. ايه؟ واتحاد الكورة مالي ومال جوازني؟ ما تعرفيش اتحاد الكره هو اللي بيجوزني. قول لها حلواني. اتحاد الكره بيشترط ان كل مسؤول عن فريقه لازم يكون عازم. عشان كده ابويا ما قدرش يرجع السنين دي كلها. اجي معاك وعيش جنبك، ولا من شاف ولا من داري، وبابني مقفول علينا،
قلت ايه يا بلعوم دي؟ والله مندوب الحكومة موجود وساعدته أضرب القوانين. أهلا وسهلا. بعد إذنك يا أمي. سيب الهدوم. هو لا هم معانا هيك، ما هو ليه من ضمن المراس. لا أديها فوق. يا حلاوة. يا دين النبي. إيه ده كله يا منصور؟ بيت ده؟ عادي البيت وليه الدرابزين بقى؟ أهلا وسهلا. أقدم لك مدام حسنية المستحية أخت الأستاذ منصور بيه. أهلا تشرفنا. وديه مدام اشمئزاز. اهتزاز. دي مديرة البيت بقى. دي ست عظيمة قوي بس ما بتحبش الطبيخ بالهوبة. بتقدم لي دايما الشامبليون اللي هو المستكاب. يا حلاوي اسمك حلو قوي. ميرسي يا فندم. هوضب لك أوضة حالا. لا أوضة إيه؟ أختي هتنام معايا في أوضتي. يا فندم. أنت ما تتدخليش في حاجة مالكيش فيها. العيلة كلها اخوات، كلهم يناموا جنب بعض. آه منصور بيه ما تنساش الميعاد بكره بتاع المعسكر. هو دي الميعاد يتنسي ليه؟ طب ده اللعبة هيحلوي من بكره، قالي هنام من بدري. يا سيدي، بتحسنيها بتيجي تقول لاخوكي حضر حد ايه؟ نعم. انا ما فيش لغة ما بتكلمهاش. شغل الفلاحين ده يا بت. ايوه مين اللي بيلقينا على الصبح ده؟ نعم يا سيدي. ايه انت لسه نايم ولا ايه؟ منصور بيه خطوة عزيزة. اتفضل. خير في ايه؟ خير. طب ايه انت اتضايقت ليه كده؟ لا انا ما اتضايقتش بس اتاخدت شوية، اصل ما حدش بيجيني في الميعاد ده. يا مخبرين يا محضرين يا النسوان اللي عايزين نفقة، وانا ما بحبش حد من دول. اتفضل. يا اخي واحنا مش عندنا ميعاد مع ثانية علشان نروح المعسكر؟ ايوه ما لسه بدري على الميعاد. بس امتى وهنروح فين؟ لما انا كلمتها في التليفون امبارح واتفقت معاها على المكان اللي هنروح فيه الميعاد. طيب اقول لك ايه؟ عندك اوضه نوم هنا؟ اوضه نوم؟ ايوه فيه. هم قالوا لك؟ ايوه في اتنين. طب اديني واحده منها عشان اريح فيها شويه، انام شويه صغيرين بس. انت سهرت امبارح مش كده؟ يلا قول عملت ايه؟ يعني الشغل فلاحين بقى يعني شويه. خش ريح خش ريح. ما تكسفنيش بقى. معلش خش ريح. بيشقوا والله. وانا دور وخليك جاهز. Thank you.
شفته. وايه بقى اللي شفتيه كفالة الشر؟ شفت اخ واخت في اوضاع، استغفر الله العظيم، في الدنيا اخ واخت وهم يا لهوي. شوفي يا استعتزاز، الكذب يا اختي خيبي، انا بصراحه مش اخته. امال ايه؟ انا مراته. ايوه حياه النبي مراته. احنا مدربين بس عشان اتحاد الكوره. اتحاد الكوره؟ ايوه. ماله اتحاد الكوره؟ مش منعين الجواز. مين اللي قال لي كده؟ الحلواني. الله تنزل اهو. خلي هنا. ايه في ايه؟ صوتك، انا مش عايز اشوفك هنا. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان مش هعرف يلعب بكره. ليه يا شيخ؟ ايه اللي دين الحلوه دي؟ انا مستعد اخد فيهم 20 بلم. بلم؟ ده انت اللي بلم. اسمع لما اقول لك يا حاضر، احنا صحيح بتوع فرفاشه وضحك ولعب، لكن المشي البطال ما نحبهوش. يا حاضر عن اذنك. ايه بس؟ هو اللي يشوفك يعرف يلعب؟ بس ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابني الزمالك والاهلي.
يا عيني يا عيني، وقد قدم احد المشجعين لكل لاعب في الفريق تلفزيون ملون، وقدم اخر لكل لاعب ثلاث بدل ودستة قمصان على الكثير من الملابس الداخلية. ليه بقى؟ هما مين دول؟ لعيبة بقى يا معلم. يا عالم حطوا في عينكم حصوية ملح، ده انا اعرف ناس حاربت ودفعت عني وعنكم، ولما رجعت محدش حس بيها. بس اللعيبة دول ثروة قومية يا معلم. يا جدع صلي على النبي، على النعمة انت على مسكة. مخوكوا فاضي. قريتوا الجرنون؟ اللعيب العيال الجداد بتوعنا دول واحد من التجار. وايه الغريب فيها؟ انت نسيت ان عرايتين الجداد اللي خدوهم اللعيبة بتوعنا لما كسبنا 2-0 يستاهلوه. عليا النعمة دي ما انصرف فشخرة على الفاضي. تقدر تقولي العالم اللي انتهت دي بنت كام جامع ولا كام كنيسة ولا زعدت كام ملجأ ايتام؟ ليه؟ لأن بقى الحاجات دي ما بقاش لا تلفزيون بيتصور ولا جرايد بتكتب ولا قاعدة مزوقة كده يتباهوا بيها. في بلاد برا عندهم كده برضو يا معلم. هاردونا بلاد برا، بلاد برا ما بلاد برا فيها حاجات زي الزن يا عالم. ده احنا ناس حلوين برضو ولنا تقاليدنا وعاداتنا، مش كل حاجة بقى نقلدها من بلاد برا. عارف يا معلم؟ بس بقى لا معلم ولا دب، اللي عايز يقعد يقعد، مش عايز يقعد يتوكل. الله، اقعد اطيش جوع. ايوه يا معلم. اقعد يا سكر. ايوه يا معلم. قفل يا دي التوابع على الطلبات، انا خلاص مخي يقفل وزجل. خلاص يا معلم، حقك علينا يا معلم، حقك علينا يا معلم. استغفر الله. ريشه سكر من شريب البيوت على حسابي. يا معلم الراجل ده حشري قوي على فكره. معلش يا كابتن فاروق، ما هو صاحب الفريق بقى. ما قلناش حاجه، بس الواحد ما بيلحقش يتهنى معايا على صوره ابدا. يا دوب البت تنزل في الواحد من هنا وهو يخش بدماغه من هنا يا اخي. ايه في ايه يا اخوان؟ إيه؟ لا ابدا، ما فيش حاجه ابدا. ده احنا كنا بنذكر افضال سعادتك وامجاد سعادتك. مظبوط يا فندم، مظبوط. هناك اهو. تسمح تنديل هنا؟ هنا وهنا. هات يا منضلي كاني كمان. يا ميرسي قوي قوي. ليه ميرسي ليه؟ ده انا بمضي امضى. هات يا بنت منضلي كمان. ايه ده مرسيه بقى الجربيه دول يمضوا وانا ما امضيش؟ انا اللي شاريه. الو يا جماعه. ايه ده يا حلواني ده؟ ده انا عليا امضى بقى ملوي حلو. ايه ده مش نافع كده يا حلواني بقى. اسمع يا حلوان، لا انت شوف لك حل بقى. العيال اللعيبه واكلين الجو بيصوروا مع البنات ومش مفيش حد معبرني. معقول الكلام ده؟ اي والله، البنت بقول لها هاتي المنضله سابتني ومش زي يعني عشان بيلعبوا كوره. طب ما يلعب. انا اقلع الجزم وانزل اطص فيه. لا 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 بلاش تقلع الجزمه، مش هعرف البسها لك تاني. مالكش دعوه باللعبه، انت راجل ليك وضعك. ايه ده؟ انا بكره هقدمك للناس بصوره ما حصلتش. ايه رايك في الجو الجميل ده؟ ده الامم دي، ده كانوا هيتهبلوا علي. لسه اتقل بقى، خليك كده تقيل. إيه؟ تقيل. ده في حريم النهارده هيسيب الماتش وال90 دقيقه هيفضلوا باصين لك. الحريم؟ اه. ما فين ده؟ انتوا السلام عليكم. اسكت يا جليلي، اسكت يا مستر جلي. الله يهديك. الراجل ده كل ما يركب معايا يقوم يحيي واكل مني الجو. خلاص خلاص، المره الجايه انا اللي هركب معاك وانا اللي حاكل الجو.
جايب جايب ايه امال ابو فين دي شوت يا سمسم شوت يا ولد شوت يا حبيبي وانا شوت بلم خليه يجي اهو مش انت قلت لي لما يقع في الحته دي يبقى بلم الواد سمسم لهبل اللي جابه الله يكون في حالك يا سمسم يا سلام لو الحكم كل خمس دقايق يقسم لنا بلم عارف الطريقه دي هيبقى عندنا اجوان تكفينا السنه الجايه واللي بعدها يعني ممكن ناخد الدوري بالتليفون واحنا قاعدين بلم اهو هو دخلت فين؟ ما كانش ليه حق ابدا ليفا يمسكهم الفانيلا يعني الحكم يعني لازم يحبيك يطنش يا سيدي يا ما طنشنا احنا على حاجات يلا كويهم يا دجل ورايا يلا الواد شماح خارج اهو ما هو طردوا يا سيدي طردوا ها طردوا ليه؟ هو الملعب ملك ابوه دي الارض ملكنا والنادي بتاعنا انا قلت الحكم ده من الصبح مش هيجيبها البر انا هغير الخطه هدافع ب 10 واخلي سمسم ساقط قدام ساقط ايه هو ساقط بينفع الحق الحق فضل كده بقى نقوم لام سنية بقى وتشجع اللعيبه وتشعلها نار لا 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 راجل بس مجنون مش كده منصور بيه راجل مراقب المباراه اللي بيتفرج النهارده تبعهم بيشجع النادي التاني يعني في اعلى تقرير ورا تقرير بيطلعنا مغلوبين 2-0 من غير ما نلعب ايه ده؟ يبقى الحكايه حل ادي الحكم 100 يحكم لك الماتش بحنيه واذا اديتهم 200 يفتح لك طريق الوينجات وإذا زودتهم ل 300 يهزم لك الزملكاوية والأهلاوية أمال إيه؟ ممكن يا منصور بيه إحنا الحكام بتاعنا ناس عندهم كرامة هم صحيح لهم حركات تغيظ وتنقط وساعات بيجاملوا الأندية الكبيرة إنما كلهم شرفة يعني إيه؟ يعني تشيل الفكرة دي من دماغك طب والعمل بقى؟ هو مفيش غير حاجة واحدة بس إلغي الحكام خالص لازم نعمل ونلعب بحماس شديد نتنيل على أعيننا وشكلنا طب ما تتنيلوا الله أو أنا مسكتكم حد انتوا قلتوا له احنا عايزين نتنيل ولا قلنا انا قلت لكم لا اللي عايز يتنيل يتنيل جاتكم نيله على النيله اللي انتوا فيه ده انتوا منيلين على عينكم ب 60 نيله انا مش قلت لكم تتنيلوا ما حدش يتنيل لو كنتوا اتنيلتوا كنت اتنيلتوا صباح الخير يا فندم في شويه حاجات خاصه بالمصنع احب اعرضها على سيادتك ما فيش مصنع دلوقتي ده في حفله كبيره قوي في النادي ناس هناك امم مستناني عشان تسقف لي وتحييني على ايه بس يا فندم احنا يا دوبك اتعادلنا لا مانع قررت بعد كل تعادل او فوز اعمل حفله وبعد كل هزيمة نص حفلة لا أوروبا أنت رحت أوروبا؟ لا يا فندم ما رحتش يبقى عمرك ما هتفهم لما كنت همضي هلأ أوروبا أنا ألو إيه أنا البيه أنا اديني حسنية يا أختي إيه حركت لوحدي ما دام اهتزاز هاي باي باي خلاص ليه يضيعوا هما الاثنين ورايحين منهم ايه ده واني مالي اجي ده من فضلك حسنية شعر عيري ما تفضحيناش تعالي وراي اقلع الفنادق لا ما ينفعش اخسى عليك يا منصور اني تضحك عليا وتقول لي اتحاد كوره يا خفتك يا حسنيه يا خفتك يا حسنيه حسنيه منصور بيه بيتنقل لمرحله جديده في حياته شهره
وفلوس. وانت يا بنتي لازم تقربي المسافة اللي بينك وبينه، عشان كل ما كبرت المسافة بين الست وجوزها هتكون نهاية جوازه. طب اعمل ايه؟ قوليلي. اقلعي الفانيلا. اقلع. معلش ايش جاب لجاب؟ مراتي وحشه مش كده؟ لا لا يا راجل استغفر الله العظيم، معقوله؟ حلوه؟ لا مش حلوه ولا وحشه، هي مراتك ده اصله نوع انقرض انتهى، حاجات حفريات كانت زمان، يعني انا لو منك احطها في المتحف واقفل عليها. اني اقفل عليها؟ هو انا بسيبها؟ ما بخرجهاش ابدا.
هو ماشي يا شمشم لو سمحت يعني. مساء الخير. باردون؟ أنا منصور صاحب النادي. باردون؟ ها؟ باردون؟ إيه ما هو الحلاني موجود أهو. ثانية واحدة ثانية أسأله بس وجاي. ايه مالك؟ ودانك احمرت ليه كده؟ ها؟ اوعى تكون هزقتك. لا ما يعني اصلها كانت بتكلمني بلغه اجنبيه. ايه مالكم؟ ايه الهصه اللي انتوا عاملينها دي؟ انا هتحرق. انتوا حرقتوا لي اعصابي. هو نادي ابويا يا اخي. ايه يا جاليليو قومت جوز الوليه بس؟ انت عصبي ليه؟ عصبي؟ انت ما تبقاش عصبي عشان ما يطقلكش العرق اللي فاضل. هو لسه مطقش؟ لسه مطقش؟ خلاص خلاص. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ ما انتوا عارفين بكره الماتش بين الفرقتين اللي لازم نحضره. فرقتين هيلعبوا في الاستاد بكره، لازم نحضر عشان نشوف لعبهم ازاي، وبعد كده احط الخطه انا شخصيا اللي هتجيب 7-0. اما الان فاسمحوا لنا نقضي مع حضراتكم دقائق في عرض سريع في فقرات وبرامج. مساء الخير. مساء الخير. ما تيجي تتفرج معانا. الشبه هو هو، لكن ايش جاب لي جاب؟ جت من خيبه في بختي. انت بتحلق فيا ليه؟ ها؟ لا مفيش، انا طالع على خيمة انام، اصل عندنا ماتش بكرة. حظوظ يا سيدي. ما تقوم تجيب العربيه المكشوفه وناخد لنا لفه. يا راجل الماتش مش بتاعنا. برضه ناخد لفه. البيت اهلاوي؟ ايوه. انا زملكاوي وهبهدلك. لعبهم يبقى خلي كل اتنين من عندنا يمسكوا واحد من عندهم واحنا نكسب. مش ممكن يا ريب، عايزين 22 لاعب عشان نمسكوهم، ده غير اللي هيلعبوا بقى. ايه ايه، احنا معانا فلوس نجيب لعيبه تانية ونزود اللعيبه. مش ممكن القانون 11 لعيب وبس. غلط كده، 11 لعيب غلط. على قد الحبك مد رجليك. انا معايا فلوس اشتري لعيبه وانزل عشان نكسب الفرق اللي مش ممكن ده كلام. انما سعادتك قلت لي اهلاوي. لا زملكاوي. طب انا اهلاوي وهشمبرك بقى. الدوري سخن قوي وماتشاته بقت تلسوع. مين؟ انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا انا صعيدي طبعا. كباتن كل شيء اسمه نصيب. مفيش حاجه اسمها اسمه نصيب. الكره جوان جهد وعرق. اذا سمحتوا لي باقتراح يا اخوانا، ايه رايكم لو الاستاذ حسن يعمل لنا شويه احجبه ظريفه يحطوها اللعيبه تحت بطاطهم كده في الماتش زي اخوانا بتوع افريقيا؟ يعني لازم تحت بطاطهم؟ لا مش شرط، كل واحد في المكان اللي يرتاح له. يا ريت الله تحط لنا احجبه عند العارضه كده يا استاذ حسن. حكايه الاحجبه دي غير مجديه، لكن عندي فكره تانية لو نجحت
يبقى مبروك عليكم بطولة العالم مش الدوري بتاعنا دوت. اللي في عرضك الله يسترك. اوه شوف يا سيدي انتوا تقولي كده بعد صلاة العشاء ها برابطة المعلم. اتفضلوا اتفضلوا اجلسوا. اتفضل اجلسوا اتفضل ارتاح. اوعى تقعد على النار دي. لا ما تخافش اتفضلوا. سيت داون. ايه الناس اللي متعلقه ورا اللي لابسه ترابيش دي؟ دول لعيبه واخدين ضربه جزاء. هاي هاي شمهورش يا شمهورش. شمهورش دي مين دي؟ ده عفريت ايزيبيو. دي مين ده بيلعب فين دي؟ في الترسانه زمان. اشتريه لنا دي هو والواد ارنشط الواد حزمه فيك اللي بيلعب حلو قوي. غلينا. ايوه ايه قول لي يا مخمول. بتقول ايه يا مخمول انت؟ شوفوا يا ساده لو قدرنا نحضر روح واحد من بتوع الكره المهمين ونترجاه يجيب لنا 11 عفريت من بتوع لعيبه محترمين من اللي ماتوا في البرازيل مش تبقى ضربه معلم بحق وحقيقي. حته فكره تجنن. ساعتها الاجوان هتنزل زي المطر. والله ورخصت يا جاليليو يا ملك الكورنر. المهم يا ساده نحضر روح مين؟ بيليه يا كابتن. بيليه لسه عايش يا استاذ ربنا يديه طول العمر. حضر لنا روح ارجويه. اسكت يا ولد انت. هل انت شايف حاجه؟ وهات لي روح ابويا مخبول انت. احضري يا روح عبد القادر احضري وزلزل المكان. طب استاذ زمان عشان اصلي مش واخد على مقابله العفاريت. هو ده حلوانك هو عفريت غريب ده عفريت ابوي. فاظهري في اي صوره وانزلي من سقف الحجره. ازيك يا بابا؟ ازاي صحيت؟ ازاي ابوس ابويا اهو؟ اقعد يا منصور بيه. هو ده؟ سيب الاستاذ حسن يتفاهم مع والدك وينطقه. مزنوقين في 11 لاعب ما يكونش في زيهم في الملاعب، يسجلوا في كل دقيقة جون ويخلوا اسم النادي مال الكون. ايوه بابا خلي بالك من الموضوع اللي هقول لك عليه الاستاذ حسن ده. ده حسن داني في ظروف منيلة قوي، ده ورث منيل ومهبب بهباه. انت راجل عظيم يا سعادة البيه، ربنا يطول عمرك ويخليك لينا على طول. إذا سمحت يا كابتن من فضلك. اللعيب اللي يلعب جنبي يكون السكورر بتاع العفاريت. مش هدخل عفاريت الملعب. انصرفي انصرفي في رعاية الله لعالم الأمان وخليك فاكر الزمان والمكان في ملعب النادي الغلبان. مع السلامة يا أب. هو هتسهر بره الطرب كتير بقى زي ما كنت عايز. هو هيجيب لنا كم مرحوم اللي هم. يبقى خلي بقى أي فرقة تقف قصادنا. اي نعم اي نعم. الا اخوك بقى اللي هيصول ويجول في الملعب يقط الخطيب وغزل حسن شحاته ومروه جعفر ويخش على 18 واجيب الجون. يا سلام ان شاء الله النادي هينزل على ايدك للدرجه السابعه. هنقلب كابتن حلواني. خفت ليه؟ ابشروا ابشروا ادي كشف المرحومين اللعيبه اللي ماتوا واللي هيلعبوكوا. هو فين اللي اسمه ايه ده؟ خلاص 11 عفريت اهم. ده بقى طب الله بالافرا يا فرانك. ما هو ده منتخب العالم اللي هيلاعبكم. يا بص البرازيل والارجنتين. الايه؟ الارجنتين. وقول لهم ان احنا جاهزين. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه جاب جول؟ مش عارف ان انا لمسها. جود النخت شليبديش. دو يو سبيك انجلش؟ ما تقول صباح الخير احسن. امال الاهبل بيقول انك خواجاي ليه؟ اهبل مين؟ لا تاخديش في بالك ده واحد صاحبنا رميته الاقدار عليا.
انا هانم بشوفك كتير قوي، بس انت كده بتظهري زي النسمه وتختفي زي الطيف. اسمحي لي اقدم لك نفسي. عارفاك. ايوه بس ما تعرفيش اني عازب وبدور على بنت الحلال ولقيتها. واحد في شهرتك اكيد عايز واحده من فوق، من فوق قوي. المهم ان قلب الحلوان يدق، وانا قلبي حاليا بيدق يدق يدق. بسرعه كده، دي احنا لسه ما تعرفناش. يا ستي مش مهم، نبقى نتعرف بعد الجواز. قلتي ايه؟ بس في واحد صاحبك دايما معاك بيعاكسني. قصدك الجدع المربع اللي معايا ده طول الله في برسيمه. ده متجوز واحده يا هانم، اول ما جاب التليفون حطيته في الثلاجه عشان الحراره ما تبوظش. نعم. تعرف انك ظريف قوي. ربنا يكبر بخاطرك. انا خايفه اتشغل بيك. يا ريت يا ريت، ده انت هتهيصي. عن اذنك، لحسن بابا مستنيني، خايفه اتاخر عليه. سلمي على بابا. وداعا للعزوبية. الشنطة يا نسا لا يكون فيها قنبلة. فين يا مستر جيل؟ فين التمرين بقى؟ فين اللعيبة؟ عجبكم كل بيحصل ده؟ الطهر ومحدش جه منه. بس معلش الغايب حجته معاه. حجته ايه وبتاع ايه؟ ما هم عاملين نجوم دلوقتي، محدش قادر عليهم. ما هم عارفين انا جايبهم منين؟ عارفين؟ الليو هتنفعل، هيطقلك عرق وهتفطس. عرق ايه؟ بصوا بصوا بصوا. الاستاذ الكابتن جايب عربيه، وانا المدرب باجي على الطرماي ماسك السنجه. سوري يا جماعه اتاخرت عليكم شويه، اصل غصب عني يعني، انا كنت عند المأذون بطلع جمالات، وليا بلدي ما بقتش تتناسب مع مركزي. انا راجل لعيب نجم، عايز واحده تفهمني. وبقيه البهوات اللعيبه فين؟ بيسخنوا قبل الطلاق. ايه ده حلواني دي كلهم بيطلقوا؟ انا كمان مكسوف من مراتي قوي يا حلواني، فضيحه. لا 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 منصور بيه، مش انت دول. انا مصيع راجل ابن بلد وابن اصول، طلقش خليك ماسك فيها لحد ما تجيب اجلك. ممكن اعرف سعادتك اتاخرت ليه؟ انا اسف يا كابتن جليل، والله طول الليل ايام ما نمت، سامحني معلش. تشتكي من ايه يا ابو السماسم؟ ابدا يا ابو الكباتن، اصل حواجبي بتوجعني. يا حبيبي سامعين المرفه ابن المرفهين؟ حواجبك دي ما كانتش بتوجعك من زمان يا ابن الامير. وانا اعمل ايه يا كابتن؟ هخش في امر ربنا. اسمع، انت عايز تتمرن ولا مش عايز تتمرن؟ اتمرن ازاي؟ بقول لك حواجبك بتوجعه. الله، انت عايز الولد يحصل له مضاعفات؟ انا ههريك انت بقى تمرين. لا سوري بقى، انا مش هتمرن، انا اصلي جاي من عند المأذون وعندي اكتئاب كروي. بردون برضو زي ما قال لك عليها دي. بردون. سعيد يا كابتن. سعيد ايه؟ تعال وخش عليا. ما اقدرش يا غالي عليا، حواجبي نح عليا. ايه اللي حواجبك دي؟ هو انت بتلعب كره بحواجبك؟ لما انت عارف انه بيلعب بحواجبه خليتنا اشترينا له جزمه ليه؟ حلواني. الله الله الله. اي كابتن حلواني. ايه يا عم حسن؟ خير؟ هقول لك على خبر مش ظريف. ايه خير؟ خير يا استاذ منصور بيه؟ ابوك سافر يتفرج على مطوشة كاس العالم. ابويا راح يتفرج؟ اه. وبعدين؟ يعني العفاريت مش جايه. يبقى اتغلبنا ولا يهمكم. انا ما كنتش عايز عفاريت، انا هلعب بدل العفاريت، بس ايدوني في الاتحاد. وانا ايدوني؟ انا رجلي يا كره كلها واشوط اخرع الشبكه. ايدوني منصور بيه، انا حسندك وهقف جنبيك. الحلواني هيلعب، الحلواني لما يلعب هتبقى مصيبه سودة. مش وقت عالي اللي هزقونا، ايدينا في ايدين بعض. الى الملعب الى الملعب. Thank you.
البيه هو ده تمن موقع القيادة يا سعادة البيه. زي ما بتستمتع بحلاوة النصر لازم تتحمل مرارة الهزيمة. حصل ايه يعني؟ الناس غدارة ليه كده؟ الناس مش غدارة منصور بيه، الناس عايزة نتائج، عايزة جوان، عايزة نقط، تديهم نقط هيحيوك، ما تديهمش نقط هيجيبوا لك نقطة. يجيبوا لي انا ليه؟ انا عايز اجتماع فوري باللعيبة بقى. انت جليل وانت اعمل لي اجتماع فوري باللعيبة. انا بخلي مسؤوليتي خالص وبكلمكم الكلام ده قدام المسؤولين اهو. لو فضلنا على المستوى الزفت ده هنخسر الماتش الجاي ويمكن نتنيل يطردونا من الدوري خالص. يا اخوانا ما فاضلش غير ماتش واحد على الدوري وده لازم نكسبه. التعادل حتى ما ينفعناش. كلام موجه ليك انت يا حاج كعبيره لانك انت قلب الهجوم. اذا سمحتولي انا مقدر الموقف كويس، بس بقى اللعيبه ليهم شويه مطالب. مطالب ان شاء الله يا زكي بيه. كل واحد لازم شقه خمس اوض وصاله، ومفيش داعي يعني انها تكون كلها بتطل على النيل. بقول ايه يا كباتن؟ 5000 جنيه كاش في ايد كل واحد، شيكات لا، ما عندناش وقت نروح البنك. ومش معقوله تجيبوا لنا الشقق وتدونا فلوس وتستخسروا فينا عربيه ملاكي. واحنا اظهارا لحبنا ليكم يعني مش هنحدد ماركه العربيه اللي انتوا تجيبوها لنا، هاتوا اي ماركه تعجبكم، المهم انها بعد كده تنفع تاكسي. هو في الواقع اللعيبه كانوا طالبين حاجات اكتر، لكن انا وكابتن زكي اقنعناهم ان القناعه كنز لا يفنى، خصوصا وان منصور بيه حبيبنا. حبيبكم ايه بلانيلي يا ناس حرام؟ ده انا باخد خير المصنع وبصرفه عليكم. فيه مكان عطلان في المصنع وعايز يتصلح، انا مش عايز اصلحه عشان ما اثرش من ناحيتكم في حاجه. مستر جيلا بيه واخد مني 2000 دولار الشهر اللي فات، واللاعب ليفا بيه واخد مني فلوس برضه، ده غير الهبش اللي بيهبشه الحلواني من غير ما يستأذن ولا اي حاجه. اه والله فكرتني اهو، شوف عيني عين. ما تنساش يا سعاده البيه، حققنا في يوم من الايام انتصارات كبيره قوي في تاريخ الكوره. انتصارات ايه يا مشمعها انت؟ ده انتوا سكتت اللعيب وبتكسبوا بالعفاريت اللي حضرهم المرحوم ابوي. ما تتكلم يا حلواني. منين اجيب كلام لمعنات الناس يتلوه؟ كل اللي اقدر اقوله ان يا ريتني صورتكم يوم ما جبتكم. اي والله. ويا ريت كل نادي يعلق صوره لكل لعيب في اول يوم يجيبه حتى ما يعتزل، عشان الغرور ما يركبوش والشهره الكدابه ما تضيعوش يا غجر. عموما احنا هنكون في النادي يوم الجمعه لابسين وجاهزين. مشيتوا معانا الامور هنموت نفسنا في اللعب، ما مشيتوش الامور هننزل منظرها ونجيب في نفسنا جوان. اتفضلوا يا كباتن. اوكي. اسكوز مي. وناويين تعملوا ايه ان شاء الله؟ زيزي اهلا يا روحي. يا اخي زيزي انت تعرفها؟ اه زيزي خطيبتي. خطيبتك من انت لسه عارفها دلوقتي؟ منصور بيه اللي سرق كل النبأ ده، انا شايفها قبل منك. يا ابني ما انت متجوز ولا هتجوش على دي كمان؟ طب يا حلواني خليك فاكرها يا حلواني. وبعدين بقى خلينا في المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. لحظة يا حبيبتي، أنا بقول ندي لكل واحد 3 باكوات، كل باكو فيها 1000. من فضلكم ممكن أقول رأيي؟ الله يطلع عليك يا حبيبتي. الله أمال إيه، مش خطيبتي؟ معقولة ما تقوليش رأيك؟ دول ما يستحلوش أي حاجة يا حبيبي. أيوة بس كده اللعيبة مش هتلعب والنادي يقفل. هو الجمهور يموتني كده؟ يا سيدي موتك أنت مش مشكلة، موتي أنا هيبقى مصيبة، ده أنا على وشي جواز. ما تخافوش من الناس، قولوا لهم حقيقة اللعيبة اللي هما بيحبوهم، عرفوهم إزاي بيتملعنوا ويتنمرضوا على النادي اللي رفعهم لفوق، وساعتها نعم؟ ساعتها كل الناس هتعرف حقيقتهم ويدوم على قفاهم. بشرف خطيبتي كلامها حكم، واحدة ست انما فكرت بمرجلة احسن مننا كلنا. ادي الستات اللي تفرح. لا 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 ارجوك ارجوك ما تعاكسش خطيبتي. انا بظهر اعجابي؟ اظهر اعجابك في حتة تانية. ايه يعني بلاش اظهر اعجابي؟ ده انا بتحسر على حالي. ليه يا منصور بيه؟ بيقولوا انه متجوز واحدة خردة. انت كمان عرفت؟ انت عرفت منين يا مستر جيلي؟ ودي حاجة تستخبى، ده طلعت في التلفزيون. اهو تلفزيون؟ اه عالم الحيوان. بس انا اعرف يا منصور بيه ان مراتك مش كده ابدا. الله الله، وانت تعرفيها منين يا حبيبتي؟ ايوه تعرفيها منين يا حبيبتي؟ حبيبتك؟ اعرفها، واعرف كمان الفرق بيني وبينها، اللبس الشيك والزواق وعوجة اللسان والمشية المدلعة. لا لا على فكرة انا مش مستريح للكلام ده. ومش هتستريح اكتر لما تعرف ان انا حسنية مرات الراجل ده. عن اذنكم. مراتي حسنية حسنية. يا خرابي يا حسنية حسنية، سامحيني يا حسنية غصب عني، مصر وبنات مصر جابولي فاول في دماغ واني خلاص ما عدتش هلعب برا ارضي. لا يا منصور انا خلاص راجع البلد، وهخلي ابويا العمده بقى هو اللي ياخد لي حقي منك. ده
بلاش يا حسنات بلاش، خليكي جنب. انا صحيح عمري ما كنت محتاج لك، لكن الايام دي محتاج لك قوي يا حسني. قوي قوي؟ ايوه قوي قوي. طب قوم يا راجل. ايه انت هتعوجي لسانك تاني يا بيت؟ معرفش يا ابني، تعرفش يا ابني منصور عبد الله؟ تعرفش يا ابني منصور عبد الله؟ ما انتش عارفني. هو ده استاد القاهرة؟ طب العمدي. وحضرتك تعرفيني يا استهانم؟ أني حسنية. حسنية مين يا استهانم؟ حسنية مرات منصور. منصور عبد الغفار. بنت يا حسنية. ايه اللي عمل فيك كده يا بنت؟ ايه؟ عملت ايه؟ ولا حاجة، مصرين على موقفهم مش عايزين يلعبوا. ايه ايه؟ والعمل؟ تبقى تخرج بكل شجاعة وتواجه الجمهور بالحقيقة. من أني؟ أنا أقول لهم الماتش مش هيتلعب. لا يا منصور بيه، الماتش هيتلعب في ميعاد. إيه ده بسم الله الرحمن الرحيم، طلع منين إيه ده؟ ده سيد أفندي بتاع أبوي، أنت فين يا راجل أنت؟ اتفضل يا كابتن حلواني، أدي كشف أسماء اللعيبة والاحتياطي عشان تديهم للحاجة. لعيبة إيه دول؟ دول الأشبال اللي حضرتك ما رضيتش تشتريهم. أنا بقى أخدتهم مرنتهم وعملت منهم رجالة، على بس. أيوه. عايزك ترفع راسي. طب خد اتصرف واتكل على الله. انا بقى دلوقتي في كلمتين حاسقني حموت عايز اقولهم للطين بتاعنا عن اذنك. خد يا حلواني. ايه؟ انا هسد مع الاشبال. الله. ايه يا كباتن انتوا لسه قلعين ولا ايه؟ ما تلبسوا حاجه كده تدفيكوا، لا يجيلكوا نازله كرويه تجيب اجالكوا ولا حاجه. والماتش يا كابتن؟ لا الماتش هيتلعب. اه بس مش فيكوا. ايه؟ اتكلم على قدك يا كابتن حلواني وبلاش تحلم. انا رايي كده. سامعين؟ سامعين الجمهور بيشجع فريق الاسود الجديد ازاي؟ طب واحنا يا كابتن؟ واحنا يا كابتن؟ لا انتوا بقى كل واحد يرجع لشغلته، واللي يشمعها واللي يكويها واللي يرقصها على واحده ونص. يا سيدي احنا مستعدين نشتغل معاك باي حاجه، ليه تدفع؟ وحياه يا اخويا يا كابتن مش عايزين اي حاجه. خلاص يا كابتن نلعب شكر. كابتن يا كابتن. كان عايز على عيني. يا عيني علي مال بخت ولا حد حس بيه. ما دقش طعم الهنا والمر حاسس بيه. احنا الصحفي الرياضي المعروف. عارفك يا سي فوزو اي خدمه؟ وصل لعلمي ان في ازمه حاده في الفريق ولكني اراه يلعب. ها ما قولك؟ هو في ازمه في الرياضه عموما، والسبب مش الانديه، السبب انتوا والمعجبين اللي نازلين هاريين اللعيبه هدايا. اشي شقق واشي عربيات واشي فراخ وبيض. ده اتهام خطير للصحافه الرياضيه، وانا احتج واطلب توضيح فورا. ما هو في توضيح يعني؟ توضيح بسيط جدا يا سيدي. لو كنت تمسكوا اللعيبه هم لسه عصافير وزويز كتاكيت صغيرين، تدوا لهم القاب كانهم فتحوا عكه، حاجات ما يستعملوهاش الولاد. الراس الذهبيه، ابو السرع السريع، ابو رجل مسلوخه. طب الولاد هتحملوا الشهره دي ازاي؟ بنقدمهم للجماهير، بنلمحهم، بنشهرهم. يا راجل ده في ادباء وعلماء فكر وناس عظام هيموتوا عشان صورهم تطلع في الجرايد. مفيش مكان، كل اللعيبه مالين الجرايد ولا ما كفتش بتعمل لهم ملحق. استاذ حلواني انا زعلت. ها بشرفك؟ بالشرفي. يبقى انا اديت رسالتي عن اذنك. فريق تاني، انا همرن فريق تاني. الدنيا كده منصور بيه زي الكوره، يوم فوق ويوم تحت. يا حلبسه
منصور جه بس عايز اقول لكم كلمه يشكركم فيها. انا مبسوط منكم جدا، بذلتم اقصى ما يمكن، شرفتوني وطولتوا رقبتي. هذه هي الكره. والله خصوصا الوينج ليفت بتاع الفرقه الثانيه كان هايل والله. في حاجه يا كابتن؟ احنا متشكرين. كابتن، بس احنا برضه لينا مطالب.